الأسرة هو هي ما تزال تحت رعاية والدها، أي تعجز عن تولي مسؤولياتها. هاي كمان ظاهرة اجتماعية كتير خطيرة للأسف منتشرة لحد هلا. معاها تترافق زواج القاصرات، تترافق معاها مشكلات اجتماعية، مشكلات نفسية، مشكلات صحية. القاصرات يحلموا انه يلعبوا مع رفقاتهم، يكملوا تعليمهم، يلعبوا بألعابهم. هون هنن غير مستعدات لهالتغيير المفاجئ اللي ينتقلوا من حياة لحياة ثانية، هي الحياة الزوجية، ويصير معهم مشكلات مثل الاكتئاب والقلق. بدها تشوف حياتها، تشوف مستقبلها، بس يعني راسل تتزوج الاولاد، يعني معيشتها وحياتها كلها تتدمر. الزواج المبكر يؤثر على الحالة البيولوجية عند الفتيات، لأن العمر حسب دراسات صحية يكتمل جسم الإنسان عند عمر 18 سنة، وأكثر من 75% من الرضع الذين يولدون من فتيات قاصر يموتون في الشهر الأول من ولادته. كانت هذه الورشة بعنوان منع زواج القاصرات، تتضمن الأسباب والعلاج. ركزنا أكثر ما ركزنا على موضوع العلاج، وضع القوانين والأهداف. كانت الورشة تفاعلية من المجتمع المحلي، وكان هناك تركيز على أسباب المؤدي لهذا الشيء. من هذه الأسباب الوضع الراهن، توجه كثير من الأهالي إلى تزويج بناتهم في سن مبكرة خوفا من المشاكل التي تحدث معهم. وكانت هناك عدة نشاطات في المسرحيات، أدوار تمثيل، أدوار كتابة، عروض فيديو، كلها تركز على هذا الموضوع وتبين مخاطر الزواج المبكر وتبين الطرق والوسائل التي تمنع من ذلك لتهيئ الفتاة لحياة أفضل